فهمتني؟ بعد محاولة حكيت 10 دقائق يرجع السيت، نلقى البلاي ستيشن 5 مازالت في البانيي نتاعي. قلت طيب اش بيه جاونا به، نزلت الشيك اوت مرة أخرى، قال لي الوحدة اللي حطيتها في البانيي نتاعك باش تتنحى خاطر ما عادش عندنا وفيت. نكره حياتي والله، والله العظيم نكره حياتي، أقسم بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا ناس.